السلام عليكم، معاكم دكتورة رانيا عرابي. النهاردة معانا مادة الإحصاء السياحي والفندقي، الفرقة الثانية، قسم السياحة وإدارة الضيافة. المحاضرة الثانية هي أساسيات الإحصاء السياحي. تنقسم المحاضرة إلى جزئين، هو الجانب النظري والجانب التطبيقي. الجانب النظري هنتكلم على مصادر البيانات الإحصائية، أساليب جمع البيانات، العينات الإحصائية، خطوات اختيار العينة، أنواع العينات. وبالنسبة للجانب التطبيقي هنتناول كيفية احتساب الوسيط. الجانب النظري أول حاجة هنتكلم على مصادر البيانات الإحصائية. أول حاجة عندنا نوعين من البيانات الإحصائية، المصادر الأولية والمصادر السنوية. هنعمل سرد للباراجراف وبعد كده هنشرحه بالتفصيل. المصادر الأولية هي عملية الحصول على البيانات من وحدات المجتمع أو على العينة المباشرة، وتكون هذه البيانات غير منشورة من قبل أي جهة معنية مثل وزارة السياحة، وزارة الصحة، وزارة التعليم. المصادر السنوية هي البيانات اللي بنحصل عليها من بيانات منشورة سابقا من قبل الجهات المعنية بموضوع الدراسة، وهنا بنقتبس منها ونوثق المصادر بالإشارة إليها، مما يعفي الباحث من مسؤولية دقة المعلومات المقتبسة. طيب دلوقتي احنا عندنا نوعين من البيانات. اول حاجة عملية البيانات الاولية او المصادر الاولية، دي بتبقى عبارة عن ايه؟ هي بتبقى عملية ان انا بحصل على بيانات من وحدات المجتمع او ان انا اخدها بشكل مباشر. بمعنى ايه؟ هي بتكون بيانات غير منشورة، بتكون تبع الجهات المعنية زي وزارة السياحة، وزارة الصحة، وزارة التعليم. يبقى هي عملية الحصول على بيانات من وحدات المجتمع أو العينة المباشرة، ودي بتكون البيانات غير منشورة من قبل أي جهة معينة مثل وزارة السياحة، وزارة الصحة، وزارة التعليم. المصادر السنوية هي البيانات اللي بنحصل عليها من بيانات منشورة سابقا من الجهات المعنية بموضوع الدراسة. بمعنى إن مثلا بيكون وزارة السياحة بتبقى عطيانة بيانات، البيانات دي وزارة السياحة بتبقى نشرها عدد مثلا الإيرادات، الإجمالي الإيرادات السياحية، أعداد السائحين الوافدين، العائدات السياحية، الإنفاق السياحي. دي بيانات، البيانات دي بتنشرها وزارة السياحة، دي جهة معنية أنا ببتدي أتوجه إليها وأخد منها البيانات دي أو المعلومات دي. الجزء ده بيعفي الباحث من الوقوع في الخطأ، لأنه بيرجع للمصدر اللي واخد منه. يعني لو حد قال مثلا أنا خدت منشور، النشرة دي بتطلع مثلا وزارة السياحة بتطلع نشرة في نصف سنوية وفي سنوية بتقول لي بعدد السياح، فقالوا ان السنة اللي فاتت سنة الكورونا كان عدد السياح وصل لمصر مثلا مليار، ده رقم مثلا مش لوجيك، مش منطقي، تمام. بس لو وزارة السياحة مطلعه لي كده، انا هكتب الرقم زي ما هو، والعهدة بترجع على المصدر نفسه اللي هي وزارة السياحة، او البيانات الخاصة بوزارة الصحة او التعليم وهكذا. طب في المصادر الاولية بقى انت بتاخد البيانات من وحدات المجتمع. يعني ايه؟ يعني انت بنفسك اللي بتتعامل، يعني دي بتكون غالبا بتبقى عاملة زي استمارات استقصاء، انت بتوزعها وانت بتنزل بنفسك مباشرة بتتعامل مع العينة او وحدات المجتمع. وليكن انا عايزة اعرف عدد اللي بيدخلوا الشواطئ او عدد الموجودين في السينما، انا اللي بنفسي بروح، مش بيبقى في نشرة، بنفسي بروح بشوف عدد التذاكر وعدد، واشوف الكراسي مثلا كلها تم حجزها. فبالتالي بطلع ان مثلا لو القاعة دي الكباستي بتاعتها 100، فانا بطلع بنتيجة ان فعلا هي تم ايه الحصول او البيانات الموثوق فيها ان دول 100. طب ده راجع لوزارة او حد بيصدره؟ لا، ده راجع للباحث. هنا بقى يحاسب فيها الباحث، لان البيانات دي اوريدي مش منشورة، فانت بتروح تجيبها بنفسك عكس المصادر السنوية. عندنا تاني حاجة، أساليب جمع البيانات. توجد العديد من الأساليب عشان تجمع البيانات بتاعتك. طيب هنمسك حاجة حاجة. أول حاجة أنا اتكلمت على المصادر الأولية اللي لسه كنا متكلمين عنها في السلايد اللي فاتت، لما قلنا إن دي بتكون بشكل مباشر وبتروح أنت بتجيبها من إيه، من عين، من المجتمع نفسه، من وحدات المجتمع. أنت بنفسك اللي بتعد، أنت بنفسك اللي بتشوف المبحوثين نفسهم، تمام، مش الجهة. هنا بتكون من خلال ايه؟ عندك اول حاجة المشاهدة، يعني المشاهدة بيتم جمع البيانات
هنا المشاهدة بيتم جمع من خلال معايشة الباحث للموقف وملاحظة التفاعلات فيه. على سبيل المثال، ففي برمجة إشارة المرور عند تقاطع معين بتقوم الجهة المعنية بمشاهدة المركب مركبات القادمة من الاتجاهات المختلفة وعددها. طيب، تاني حاجة المقابلة الشخصية، وتعرف المقابلة على إنها الاتصال الشفهي المباشر بين شخصين أو أكثر، وتقسم إلى وهنشرحها بشكل تفصيل. طيب أنا هشرح السلايد دي بتتكلم على إيه. أول حاجة أنا اتكلمت على إن أنا عندي نوعين من المصادر، قلنا عليها مصادر أولية ومصادر ثانوية. نتكلم على المصادر الأولية. المصادر الأولية عندك طرق إنك تجمع بيها البيانات. عندك أول حاجة مشاهدة. يعني إيه مشاهدة؟ يعني مثلا مسموح للباحث انه يعتمد على فكرة ان المشاهدة. بمعنى ايه؟ سهل قوي ان انا اقدر اقول مثلا، ودي طريقة تانية، ان انا اقول لك والله ده عدد الناس اللي دخلوا الشواطئ وقت في الكورونا، والله وصلوا المليون. تمام؟ بس انا شايفة قدامي الشاطئ ده وانا ساكنة قدامه مفيش حد بيدخله، يبقى قايم على المشاهدة. هديك مثال، هنا بيديك مثال على برمجة إشارة المرور. انت دلوقتي لما المرور بيعرف المخالفة، الضابط هو اللي بيقف بنفسه ولا انا بعتمد على الكاميرات اللي بتشاهد فبتنقل للضابط اللي بياخد المخالفة لجهة المرور؟ يبقى دي قايمة على المشاهدة، وبناء عليه انت بتوصل لإحصائية عدد المركبات اللي هي السيارات اللي عملت مخالفة، وصل عددها يوم الخميس مثلا حوالي 1000. رقم 1000 انت جبته منين؟ بناء على تفريغ الكاميرات، فجبت ان عدد اللي تم التقاطهم هم 1000 سيارة، وبالتالي 1000 مخالفة بناء على المشاهدة. طب عندك حاجة تانية، وده اسلوب تاني واسمه المقابلة الشخصية. ايه هي المقابلة الشخصية؟ عندنا انواع المقابلات بقى. المقابله الشخصيه، تعرف المقابله على انها الاتصال الشفهي المباشر بين شخصين او اكتر، وتقسم المقابله الى نوعين. تعال نمسك كده، اول حاجه عندك مقابله مباشره ومقابله غير مباشره. طب خلينا في المقابله. المقابله المباشره بيتم الحصول فيها على البيانات بشكل مباشر من عناصر المجتمع واللي بنجمع منه البيانات. غير مباشره، هنا بيتم جمع البيانات من طرف ثالث كما يحدث في الدراسات المتعلقة بالطفولة المبكرة. هديكم مثال. في المقابلة المباشرة هنا بيتم الحصول على البيانات بشكل مباشر. بمعنى ايه؟ انا مثلا عاملة استقصاء، ان انا موزعة استمارات استبيان على مثلا طلاب الثانوية العامة، بسألهم على مدى صعوبة الامتحان مثلا، او ما علاقة مثلا التركيز بأي حاجة، بس فكرة ان انا هتعامل مع حاجة شريحة المجتمع الثانوية العامة. جينا اتعاملنا كده، انا اتعاملت مع طلاب الثانوية العامة، انا اتعاملت بشكل مباشر. طيب يبقى دي تعالى عليها مقابلة مباشرة. طيب في بقى نوع من بعض الحالات ما ينفعش فيها، لو احنا بنتعامل مع اطفال الطفولة المبكرة او الداون او اللي هم الاوتيزم، عندهم حالات معينة ما ينفعش انك تاخد الاستمارة وتبتدي تروح تسأل فيها المبحوث اللي هو بيقع عليه البحث نفسه. تمام؟ ليه؟ لان لازم يكون في طرف وسيط هو اللي اساله فيجاوب. هنا هيكون يعني غالبا بيكون الوالد او الوالده او الاخ، اي حد عاقل يقدر انه يجاوب على اسئله الاستبانه. تمام؟ يبقى احنا لو رجعنا كده للمقابله الشخصيه، المقابله الشخصيه انت تقدر تعمل مقابله شخصيه مع شخص بالغ. تمام؟ وبالتالي نقدر نقول نعمل مثلا، انا بسال عن السياح دول بالغين، بسأل عن المرتدين الشواطئ اللي أصحاب السيارات والمركبات في إشارات المرور. أنا بتكلم ناس بالغين، فأنا بعمل معهم إيه؟ مقابلة انترفيو مباشر. كده بيتم الحصول على البيانات بشكل مباشر من عناصر المجتمع اللي بنجمع منه البيانات. مقابلة غير مباشرة بيتم فيها جمع البيانات من طرف تالت، أنا الطرف اللي بعمل عليه البحث. مثلا بتكلم على الأطفال الرضع اللي من سنة لسنتين، دول هقدر أعمل عليهم بحث وأسألهم ولا بسأل أمهاتهم؟ طفل عنده حالة اوتيزم، او طفل عنده مثلا او داون، او طفل، او اي اسباب ممكن تكون عقلية ما تخليش المبحوث قادر في الاجابة على اسئلة الانترفيو، وقتها لازم يكون في طرف تالت زي بيكون شادو تيتشر كده او حاجة زي دي يقدر يجاوب لي على اسئلة ايه؟ الانترفيو. طب نوصل بقى للاستبانة. الاستبانة الكوستشير ده عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن حاجة ورقية. احنا ممكن بس ناخد برضو ايه فكرة كده. تمام. الاستبانة هي عبارة عن قائمة منظمة من الأسئلة بتصمم بهدف ان انا بجمع البيانات
وبعد ما بجمعها بعبقها من قبل افراد المجتمع الموزع عليهم الاستبانه. عندك طرق جمع البيانات من المصادر السنويه، المصادر المنشوره والمصادر الغير منشوره. ايه المصادر المنشوره؟ المصادر المنشوره زي الدوريات، الكتب، التقارير الصادره عن الهيئات الحكوميه والغير حكوميه والانترنت. المصادر الغير منشوره وهي البيانات اللي بيتم الحصول عليها من الوزارات والشركات وبتكون مكتوبه وليست منشوره. طيب يبقى الاستبانه بتبقى عباره عن ايه؟ انا دلوقتي المقابله الشخصيه في حاله ان انا لو بتتعامل يعني امتى الباحث يبتدي يلجا انه يجمع بياناته عن طريق المقابله الشخصيه او عن طريق الاستبانه في الاصل، والاتنين تبع ايه؟ بيندرجوا تحت المصادر الاوليه. المقابله الشخصيه لما يكون عدد الناس اللي هتروح تعمل معاهم مقابلات شخصيه يقدروا يتعدوا على الايد، يعني تقدر تعمل يعني ما فيش منهم كتير. بمعنى لو جينا قلنا ان احنا بنسال مثلا مديرين التيلر او الناس اللي بيقعدوا على الكاونتر في البنوك مديرينهم بقى، تمام، او مدير الموارد البشريه اللي موجود في بنك الاهلي المصري مثلا على سبيل المثال، تمام، فرع اسكندريه او مثلا في محافظه اسكندريه. المديرين بعدد الفروع اقدر اعمل معهم انترفيو سهل العدد، مقدور على 30 واحد، 30 فرع ب 30 واحد سهل انك تعمل معهم انترفيو. طيب امتى بتوزع استبانه؟ لما يكون العدد عندك كبر، يعني ما تقدرش تقول لي هتعمل انترفيو مع عدد مع السائحين، صعب. يبقى السائحين عددهم انت بتتكلم في 10 مليون بيدخلوا في السنه، هتبتدي تعمل معاهم انترفيو كلهم؟ لا طبعا. فهنا بتقدر تلجأ ليه؟ لحاجة اللي اسمها الاستبيان. الاستبيان ده عبارة عن ايه؟ ورقة استمارة استبيان تحط فيها مجموعة من الاسئلة الخاصة بالبحث بتاعك وتبتدي تسأل الاسئلة دي للمبحوثين، تديها لهم ويجاوبوا عليها. فمثلا يكون معاك مرشد تقول له لو سمحت وزع عليا عدد الاستبيان ده، كل ما يطلع رحلة يروح موزع الاستبيانات، انت تروح تلم الاستبيانات دي في الاخر بيكون عددها بقى مع كل مره 100 200، تلم بقى كل ده على بعضه وتبتدي بقى تاخدها تفرغها انك تبتدي تقول مثلا عدد السياح البالغ عمرهم واللي بتروح عمرهم مثلا من 45 وما فوق اللي هم كبار السن مثلا بلغ عددهم 75، فانت تقدر تطلع لي بنتيجه ان اغلب السياح اللي بيجوا المنطقه دي كبار السن، اغلب السياح اللي بيروحوا مثلا سانت كاترين شباب، اغلب السياح اللي بيروحوا مثلا فور سيزون ذوي الدخل المرتفع، وهكذا. بتطلع بنتيجه، بتجمع البيانات تفرخها تطلع بمعلومه. طيب عندك طرق جمع البيانات دي بتكون عندك ايه؟ عندك المصادر السنويه، تمام، هنا خلاص دي الاستبيان. طيب انا كده خلصت، يبقى انا دلوقتي عندي نوعين. انت لو بتتكلم على المصادر الاوليه، نرجع كده في السريع بسرعه، عندك المصادر الاوليه اما تروح تعمل مشاهده بعينك، المقابله الشخصيه تعمل انترفيو، والانترفيو لنوعين واتكلمنا عنهم مباشر وغير مباشر، او انك تروح توزع لي استماره استبيان. طيب دي المصادر الاوليه. المصادر الثانويه بقى بتجمعها ازاي؟ قال لك عندك نوعين من المصادر الثانويه، واللي اتفقنا عليها ان الباحث هنا مش بيتعامل مع نفسه مع العينه والبيانات، لا، الباحث بيلجا لوسيط بينشر دوريات او احصاءات زي مركز التعبئه والاحصاء، ياخد منه احصائيات وزاره الصحه وزاره السياحه، بياخد الارقام. الارقام دي حتى لو غلط لا يسال فيها الباحث لانه جايبها من مصدر، تمام. طيب عندك المصادر المنشوره زي الدوريات، والدوريات دي يعني بتصدر بيتم اصدارها بصفه سنويه او نصف سنويه او ربع سنويه وحسب كل جهه معنيه وحسب كل قطاع، مش كل القطاعات بتصدر ربع سنوي، مش كل 3 شهور تطلع لك بيانات، حسب طبيعه القطاع نفسه، تمام. ممكن القطاع الزراعي بالسنه ما ينفعش كل ربع سنه، كل 3 شهور ما ينفعش. فعندك دوريات بيتم اصدارها بصفه دوريه، سنويه، نصف سنويه، او ربع يعني كل ربع سنه 3 شهور، او الكتب او التقارير اللي بتبقى صادره من الهيئات الحكوميه والغير حكوميه والانترنت. يعني ايه؟ هيئات حكوميه زي وزاره السياحه، هيئه تنشيط السياحه، جهه تابعه. طب وعندك كمان غير حكوميه، شركه سياحه دي غير حكوميه انت ممكن تاخد منها اعداد برضو، تمام، والانترنت. طيب المصادر الغير منشوره، ايه المصادر الغير منشوره؟ هي بيانات بيتم الحصول عليها من الوزارات والشركات بحيث تكون مكتوبه وليست منشوره. يعني ايه؟ يعني الفرق ما بين الاولى والثانيه ان الاثنين بتصدرها هيئات حكوميه، وزاره السياحه دي مثلا حكومه والشركات غير حكوميه يعني خاصه. برضو ما فهمتش ايه الفرق؟ مش كل البيانات اللي تقدر الجهات تصدرها، بمعنى ان انا دلوقتي لو قعدت على النت اقدر انزل لك مثلا احصائيات وزاره الصحه، وزاره السياحه، وزاره التربيه والتعليم، احصائيات عاديه، مركز التعبئه والاحصاء، ومركز دعم واتخاذ القرار،
طيب، ولكن في بيانات لازم انت بنفسك تروح الجهة وتطلب يدوك الكتيب او الدورية دي، ودي بيانات غير منشورة، بتكون مكتوبة ولكن غير منشورة. تمام. طيب هنا بقى هنتكلم على انواع المتغيرات. يعني ايه متغير الاول؟ احنا عايزين نفهمه كده عشان التعريف ما يكونش كبير شوية. انواع المتغيرات، انت بيكون عندك المتغير هي خاصية او ظاهرة بتاخد قيمة مختلفة اما عددية او نوعية. يعني احنا وصلنا ان احنا عندنا متغيرات نوعية ومتغيرات عددية كمية. طب يعني ايه؟ هندي مثلا مثال. انا مثلا بتكلم على ظاهرة وليكن التغيرات المناخية واثرها على عدد السياح. التغير المناخ دي متغير، عدد السياح او الطلب السياحي ده المتغير التاني. ايه الفرق ما بين تغير المناخ ده متغير وده متغير؟ بس متغير المناخ ده كمي ولا كيفي؟ دي ظاهرة كيفية. الظاهرة الكيفية دي ليها اثر على عدد السياح، عددي، ظاهرة عددية. طيب اثر الهجمات الارهابية على الطلب السياحي على مصر، الهجمات الإرهابية، تمام، أو الهجمات إيه؟ الهجمات الإرهابية دي تعتبر عددية ولا ظاهرة نوعية؟ لا دي ظاهرة نوعية. طب تأثيرها على عدد السياح أو الطلب السياحي اللي جاي مصر، عدد السياح اللي داخلين لمصر، لو حصل هجمات إرهابية في مصر كل ما بتكتر الهجمات الإرهابية كل ما يقل عدد السياح، نتيجة إن سمعة الدولة في الإعلام العالمي ما بتأثر على عدد على طلب السياح. طيب إحنا نبتدي هنا نسأل سؤال، ايه العلاقة؟ لا والله ده كل ما تزيد عدد الهجمات الارهابية، يعني مثلا زي ما اقدر اقول لك انت دلوقتي تقدر تروح باكستان، لا والله ده الاعلام كله مصدر ان باكستان من الدول اللي بيبقى فيها نسب ارهاب كتير، هي وافغانستان برغم ان فيها مناظر طبيعية خلابة، بس انت تخاف، الاعلام مصدر لك ان فيها هجمات ارهابية، انت مش هتاخد الخطوة، وبالتالي كنت نفسك تروح بس هتعكف عن زيارة الدولة، هتروح تدور على دولة تانية، يبقى الطلب السياحي على الدولة دي قل نتيجة الهجمات الارهابية. تمام. طيب يبقى احنا وصلنا فهمنا يعني ايه نوعية اللي هي كيفية ظاهرة تتوصف ما تتعدش، والعددية اللي هي الكمية اللي هي تتعد. طيب هنا بتنقسم المتغيرات لنوعين. اول حاجة عندك المتغير النوعي، وهو المتغير اللي بيتم التعبير عنه بصفة او تصنيف. يعني ايه؟ تحديد جنس الطالب ذكر او انثى، هو ده عددي ولا نوعي؟ لا ده نوعي. يعني مثلا بقول ايه، والله مثلا لو في إجابة مثلا طلعت مثلا عدد المبحوثين اللي جاوبوا ذكر 50% وعدد المبحوثين اللي جاوبوا ان هما كانوا أنثى إناث 50%، ده بيدي ان الذكور اكتر من الإناث او ليهم أفضلية؟ لا والله ده نوع كمي، مفيش حاجة أفضل، مفيش حاجة اكتر من حد، مفيش حد أحسن من حد. طيب لما توصف الخدمة وتقول ممتازة ولا جيدة ولا مقبولة، انت بتوصفها، الصفة دي ايه؟ نوعية مش عددية. طيب نفهم من ان انا عندي حاجة اسمها متغيرات اسمية ومتغيرات ترتيبية او رتبية. يعني ايه؟ حتى النوعية بتنقسم. يبقى احنا دلوقتي وصلنا ان المتغير نفسه، والله المتغير هو الخاصية والظاهرة اللي بتاخذ قيمة مختلفة اما عددية او نوعية. يبقى انا طلعت بحاجتين، ان انا المتغيرات في منها النوعية في منها ايه الكمية او العددية. ناخد اول حاجة ايه اللي بنتكلم عنها دي، النوعية، ده المتغير اللي بيتم التعبير عنه بصفة او تصنيف. ومن امثلة من الامثلة على المتغيرات النوعية، تحديد جنس الطالب اللي هو ذكر انثى، الوظيفة، المستوى التعليمي، مستوى الفندق، دي تقول عليها عدد؟ لا يا عم دي صفة. طيب المتغيرات بقى نفسها النوعية بتنقسم لنوعين، متغيرات اسمية بيتم تعريفها باسم او صفة او فئة، صفة او فئة او اسم، سائح محلي، سائح اجنبي، ده كده في حاجة اسمها عدد؟ لا. متغيرات ترتيبية، يمكن ترتيب تصنيف المتغير تصاعديا او تنازليا، مهندسون، الفنيون، العمال. طب هنا بيقول لك ايه؟ هنا متغيرات اسمية الاتنين بيكونوا ايكوال، يعني مفيش حد احسن من حد، مفيش حد افضل من حد. لما اقول سائح مثلا ذكر او انثى، هو الذكر افضل من الانثى ولا الانثى افضل من ذكر؟ لا، الاثنين على سوى واحد، يبقى اسمية. سائح محلي او اجنبي، والله لا اسمية. طب لو جيت قلت
ممتاز او جيد جدا او جيد او مقبول. لا، هنا تقدر ترتبها، الممتاز اعلى حاجة، تحت الجيد جدا، تحت الجيد، تحت المقبول. طيب لو نيجي ناخد على المستوى التعليم، لا والله لو هنيجي نرتبهم، حاصل على الدكتوراه، تحتيها الماجستير، تحتيها بكالوريوس، تحتيها لم يكمل مثلا، تحت مستوى اندر جراديويت، وهكذا، لسه بيدرس، او امي، او يعني احنا بندي امثله وظائف، مهندس، تحتهم الفنيون، تحت الناس الفنيه العمال، وهكذا. فالنوعيه دي من المتغيرات، النوعيه اللي ممكن انت تديها رتب ترتبها، تمام؟ لكن ما تقدرش تقول الذكر وبعديه الانثى، او الانثى وبعديه الذكر، مفيش حد احسن من حد. تقدرش تقول الساحل اجنبي او محلي، مفيش حد احسن من حد، لكن هنا في تقدر ترتب. طيب نيجي للنوع التاني بقى، خدت المتغيرات النوعية، هنا بقى ننتقل الى المتغيرات الكمية. هو المتغير اللي بيتم التعبير عنه بواسطة الاعداد. لازم نعده، ندي امثلة كده نشوف. عندك متغيرات منفصلة ومتغيرات متصلة. متغيرات منفصلة وهي المتغيرات اللي بتاخد قيما قابلة للعد. متغيرات منفصلة هي المتغيرات اللي بتاخد قيما قابلة للعد وتكون محدودة او لا نهائية. يبقى متغيرات منفصلة ومتغيرات متصلة، وهي المتغيرات اللي بتاخد قيما قابلة للعد وبتكون متغيرات للعد وتكون محدودة أو لا نهائية ولكنها معدودة. تكون قيم زي مثلا عدد أفراد الأسرة، عدد السياح القادمين لمنطقة معينة، يبقى تكون محدودة أو لا نهائية، مش فارق معايا. متصلة هي بتكون القيمة الممكنة عبارة عن فطرة أو اتحاد فطرتين أو أكتر، وليس هناك قفزات بين القيم المتغيرة، زي مثلا درجة الحرارة، الوزن، الطول، الزمن، العمر. يعني إيه؟ يعني لازم حضرتك تعدي، ما ينفعش نقول مثلا كان عنده 20 سنة، خلاص تمام، داخل العقد ال20، بعد كده هيدخل على عقد ال40. لا، فين العقد ال30؟ فين ال30 سنة؟ فين من أيام، من وقت 31 لغاية 39 سنة هينطها؟ لا، مجبر. الطول طوله 150 والسنة الجاية هيبقى 170، لا ما دخلش على 160 ازاي؟ فدرجة الحرارة ينفع من 35؟ لا، درجة الحرارة متصلة، لازم تزيد درجة 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 درجة، تمام؟ يبقى نصل إلى إيه؟ إن العدد المتغير الكمي هو المتغير بيتم التعبير عنه بواسطة الأعداد، وبيقاس بوحدات معينة، وبتنقسم إلى متغيرات منفصلة، وهي المتغيرات اللي بتاخد قيمة قابلة للعد وتكون محدودة ولا أو لا نهائية ولكنها معدودة وتكون القيم أعدادا صحيحا. عدد أفراد الأسرة، عدد السياح القادمين لمنطقة معينة. متغيرات متصلة وهي اللي بتكون قيمها الممكنة عبارة عن فطرة واتحاد فطرتين أو أكثر، وليس هناك قفزات من القيم المتغيرة المتصلة. ومن أمثلة المتغيرات المتصلة درجة الحرارة، الوزن، الطول، الزمن، العمر. هنوصل هنا، خلصنا المتغيرات، التغير النوعي، نوع المتغيرات. طيب عندنا بقى دلوقتي خطوات اختيار العينة، انت هتختار عينتك ازاي؟ قال لك اول حاجة هتحدد اهداف الدراسة، تاني حاجة تحديد وتعريف المجتمع الاحصائي بدقة ووضوح، الخطوة الثالثة تحديد اطار المعاينة، الخطوة الرابعة تحديد حجم العينة، الخطوة الخامسة اختيار العينة الممثلة للمجتمع بالاسلوب المباشر. طيب عندك انواع العينات. واحد، العينات العشوائية، وهي العينة اللي بيتم اختيار عناصرها اعتمادا على احتمال حدوثها، وهي بتعتبر جزء من المجتمع قيد الدراسة، وبتمثل المجتمع تمثيل صادق وخالية من التحيز الذاتي للباحث. يبقى عندي أول حاجة العينات العشوائية، وهي العينة اللي بيتم اختيار عناصرها اعتماد على احتمال حدوثها، وهو جزء من المجتمع قيد الدراسة، وتمثل المجتمع تمثيل صادق خالية من التحيز الذاتي للباحث. يمكن تصنيف العينات العشوائية على النحو التالي: عينة العشوائية البسيطة هي العينة اللي بيتم اختيارها بحيث تكون فرص اختيار جميع المجموعات الجزئية من حجم نفسه متساوية، وتستخدم هذه العينة لما بيكون جميع عناصر المجتمع معروفة أو عند وجود تجانس بين أفراد المجتمع وليس لأي منها أفضلية على غيرها، فهي بتمثل المجتمع وبيتم اختيارها إما عن طريق القرعة أو عن طريق جداول الأرقام العشوائية.
العينة العشوائية المنتظمة هي العينة اللي بيتم اختيار عناصرها عشوائيا بحيث يفصل بين عناصر المختارة فترات أو مسافات منتظمة. تستخدم هذه الطريقة عندما يكون المجتمع منتهي أو متجانس، حيث أن الباحث بيختار مفرداتها وفق نظام معين، وده وفق فترات منتظمة من بين الوحدات المختارة عشوائيا، أي أن الباحث بيختار رقما ثابتا بين كل العناصر. بيتم تحديد المسافة بقى بين العنصرين من خلال القانون التالي: المسافة المنتظمة حجم المجتمع الكلي على مقسوم على حجم العينة. عشان أجيب المسافة المنتظمة حجم المجتمع الكلي على حجم العينة، عندي حاجة اسمها عينة طبقية. يعني ايه عينة؟ تستخدم هذه العينة عندما يكون المجتمع منقسم لفئات عاملين، وتكون مثلا اداريين فنيين طه، تبتدي بقى تقسمهم. انت دلوقتي عايز تدرس حاجة معينة لعاملين في الفندق، هتاخدهم كلهم كبشة واحدة؟ لا، قسمهم وفق فئات عملهم. تمام. طيب، تتلخص طريقة اختيارها بان اخد عدد من الافراد كل طبقة تتناسب مع حجم تلك الطبقة بشكل عشوائي. على سبيل ايه؟ على سبيل المثال مثلا حجم العينة من كل فئة عدد الافراد على عدد المجتمع في حجم العينة المطلوبة. هديك مثال، انت دلوقتي عايز تقيس حاجة وتأثيرها على الاعلام وتأثيره على المجتمع المصري مثلا. طب المجتمع المصري ده فئات مختلفة، وليكن مثلا الفئات التعليم، هناخدهم من ناحية التعليم. طيب، فانا قسمت المجتمع وفق المستوى التعليمي، بس سؤال، هتختار عدد من كل عينة قد ايه؟ قالك لا، ترجع بقى للمجتمع بتاعك الاصلي وتشوف عدد مثلا الحاصلين على شهادات الدكتوراه قد ايه، وعدد الحاصلين على الماجستير، وعدد الحاصلين البكالوريوس، وعدد وعدد وعدد، وابتدي مثلا اعرف. فلاقي نسبة الدكتوراه بيمثلهم المجتمع ككل المتعلمين مثلا 8%، يبقى انا اختار 8% واخد من المجتمع ده كذا، وكل واحد على نسبته، بحيث لما اجي اكونه كله على بعضه يعكس لي المجتمع المصري بس على صغير. طيب، العينة العنقودية هي عينة عشوائية بسيطة بيكون العنصر فيها عنقود، مجموعة بيتم اختيارها، بيتم تقسيم بعد تقسيم المجتمع الى عناقيد مختلفة شاملة لجميع عناصر المجتمع، ومن ثم بنقوم بسحب العينة عشوائية من هذه العناقيد. تمام. يبقى عينة عشوائية بسيطة بيكون عناصر فيها عنقود مجموعة بيتم اختيارها، بقسم المجتمع لعناقيد مختلفة شاملة لجميع عناصر المجتمع، ومن ثم بنقوم بسحب العينة عشوائية من هذه العناقيد. طيب، العينة الغير عشوائية غير الاحتمالية هي العينة اللي بيتم اختيار عناصرها دون الاعتماد على احتمال ووقوعها، بحيث يتدخل فيها رغبة الباحث وإمكاناته الشخصية. تستخدم العينة غير العشوائية إذا كان المجتمع غير متناجز أو متجانس، أو مفرداته غير معروفة بدقة، وطبيعة النوع ده من العينات غير احتمالي، أي لا يعتمد على احتمالات، لذا يلجأ الباحث فيه إلى معايير معينة يضعها حسب قناعاته ورغباته الشخصية. طيب، يمكن تصنيف العينات غير العشوائية على النحو التالي: 1- العينة الحصصية، حصص هي العينة اللي بيتم اختيار عناصرها من بين مفردات المجتمع بعد تقسيمه إلى حصص أو فئات، بحيث تمثل جميع الفئات بالأهمية نفسها. تمام. يبقى دلوقتي أنا بتكلم على العينة الحصصية، والعينة الحصصية بالنسبة لي هي العينة اللي بيتم اختيار عناصرها من بين مفردات المجتمع بعد تقسيمه لحصص أو فئات، بحيث تمثل جميع الفئات بالأهمية نفسها. العينة العمدية والقصدية هي عينة بيتم يعتمد فيها على اختيار مفرداته على أساس أنها تحقق أغراض بحثه، وليكن أنت بتعمل بتطبق الدراسة على زائري شواطئ مدينة الإسكندرية، مش طبيعي هتمسك أي حد في الشارع، مش ممكن ما يكونش بيدخل الشواطئ أصلا وملوش فيها. لا، ببتدي أقف بقى في المنطقة نفسها عشان أسحب العينة المقصودة. بعمل دراسة عن مثلا الحوامل، يبقى أكيد هدور على الحوامل وفي العيادات أو في مناطق أو المستشفيات، وابتدي أعمل عنهم الدراسة. يبقى انا بروح لشخص معين. تمام. طب عينه الصدفه هي العينه بيتم اختيار مفرداتها من الافراد اللي بيقابلهم الباحث عن طريق الصدفه مع نفسه كده.
يبقى عينة الصدفة، عينة اللي بيتم اختيارها مفرداتها من الأفراد اللي بيقابلهم بالباحث بالصدفة عن طريق الصدفة، عينة طوعية وهي العينة اللي بتتألف من مجموعة من الأشخاص المتطوعين بالمشاركة في تجربة معينة. طيب ناخد بقى الجانب التطبيقي، احنا هندرس حاجة اسمها الوسيط. يعني ايه الوسيط؟ بص يا سيدي، إذا قمنا بترتيب جميع القيم حسب حجمها أو مقدارها ثم اخترنا القيمة اللي بتقع في المنتصف القيم بعد ترتيبها، فإن القيمة الواقعة في المنتصف هي ما نسميها الوسيط. قانون الوسيط بيقول لك ايه؟ اول حاجه عشان تجد الوسيط ترتب القيم من الاصغر الاكبر او العكس، مش فارق معنى. يبقى اول حاجه انا هجيب لك مجموعه من الارقام رتبهم من الاصغر للاكبر، طيب، وبعد كده تطبق المعادله بتقول لك نص نون زائد واحد. يعني ايه نون؟ عدد الارقام دي عدد المفردات اللي انا عاطيها لك، يبقى نص وافتح قوس نون زائد واحد واقفل. بعمل ايه؟ نون زائد واحد يدينا رقم نضربه في النص، تمام. طب نشوفها كده مع بعض، اهو ادي مجموعه من المفردات انا حديها لك، بقول لك اول الايجاد اللي لابد من ترتيب القيم رتبهم. تعال رتبهم، ادي يا سيدي الحل. اول حاجه ده رقم واحد، اتنين، رقم اتنين متكرر تاني. طب عشان تتجنب ان انت ممكن تسقط اي رقم تعمل ايه؟ الرقم اللي تكتبه، يعني ده رقم واحد هروح شاطب عليه كده، هروح كاتبه رقم اتنين، في رقم اتنين تاني متكرر، ادي اتنين وادي اتنين اشطب عليه واروح كاتبه اتنين اتنين وافضل انزل الارقام. حلو. تطبيق المعادله بتقول لك ايه؟ نص نون زائد واحد، النون زائد واحد، تسعه زائد واحد كام؟ عشره. نص العشره، النص اهو، مش بقول لك نص، نصهم كام؟ نص العشره خمسه، هيبقى رقم خمسه هو الوسيط. لا تعد بقى، مش انت رتبتهم؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، ادي خمسة، وتحط دايرة عليه يطلع الوسيط هو التسعة، تمام. طيب بجيب لك ارقام كتيرة نشوف كده مع بعض، ماشي. 29 3 35 و9 و7 و3، باخد الارقام دي كلها اعمل ايه؟ اصغر رقم فيهم واحد اشطب عليه اكتبه واحد، تلاتة، تلاتة متكرر كتير، ادي واحد وادي اتنين وادي تلاتة، ادي تلات تلاتات. بعد كده ايه؟ خمسة مكررة مرة واحدة وابتدي ارتب. رتبت، طيب القانون بيقول لك نص نون زائد واحد، نون يعني ايه؟ عددهم، النون ده اللي هو ايه؟ عددهم، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر. طيب ادي النون بقت بتلاتاشر، تلاتاشر زائد واحد اربعتاشر. طب اربعتاشر نصها كام؟ نعيد تاني، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر، ده في رقم هنا كمان أربعتاشر، رقم حداشر، أربعتاشر، تمام. يبقى أربعتاشر، يبقى النون هنا كام؟ أربعتاشر، أربعتاشر زائد واحد خمستاشر، خمستاشر نصها، نص الخمستاشر كام؟ سبعة ونص. طب أعد بقى، هعد سبعة ونص ده ازاي؟ نشوف، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، بس أنا عايز سبعة ونص، هقف في النص، يبقى أخد الرقم اللي قبله وأخد الرقم اللي بعده اللي ما بين سبعة وما بين تمانية وأعملهم زائد بعض وأقسمهم على اتنين. طب ده إيه؟ تسعة زائد تسعة على اتنين يدوك كام؟ طب ايه يديني تسعة؟ ايه بقى الوسيط؟ تسعة. طيب برضو نفس المثال اهو، اتنين سبعة برتبهم فباخدهم، ادي الصفر اول حاجة، دي واحد اتنين تلاتة اربعة، ها رتبتهم، نص النون، النون ده يعني العدد، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر، نون زائد واحد، ادي النون حداشر زائد واحد اتناشر، نص الاتناشر كام؟ ستة. الستة نعد، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، الستة ده طلع رقم حداشر، يبقى ده الوسيط. عناصر المحاضرة للنهاردة، خدنا الجانب النظري والجانب التطبيقي. الجانب النظري خدنا مصادر البيانات الإحصائية، أساليب جمع البيانات، العينات الإحصائية، خطوات اختيار العينة، أنواع العينات، وخدنا في الجانب التطبيقي كيفية احتساب الوسيط. الواجبات الطلابية، اوجد ما يلي، عندك المفردات اهي، اوجد لي الوسيط. شكرا، وان شاء الله اشوفكم في المحاضرة الجاية ان شاء الله الاونلاين، وهتكون المحاضرة الرابعة بإذن الله. السلام عليكم.